من ضمن الأسئلة، هل جامعة جورجيا معتمدة؟ الحقيقة إنه أنا ما أعرفش تقصد إيه في جامعة جورجيا، لو تقصد جامعة جورجيا الأمريكية طبعا أكيد دي جامعة يعني جامعة كبيرة. لو حضرتك تقصد يا عمرو قسم جورجيا في كلية تجارة جامعة القاهرة، فده أسورايزد أو من الحاجات اللي موجودة في مصر ومن الحاجات اللي حاصلين عليها في مصر، وموجود ان ممكن انك تعملها وتحصل على الشهاده، فهي اسورايزد ومعتمده وكل حاجه، وبتاخد على فكره الشهاده من كليه القاهره، من جامعه القاهره وكمان من جامعه جورجيا، فالاثنين معتمدين، وهي من الشهادات الكويسه اللي عليها طلب، ولكن خلي بالك غاليه شويه من تجاره انجليزي، ولكن من الاقسام الكويسه. واتمنى تكون تقصد، لو تقصد جامعه جورجيا في الولايات المتحده طبعا هتكون معتمده، ولكن حتى لما تيجي هنا مصر لازم تعتمدها من المجلس الاعلى للجامعات علشان يكون عندك الاعتماد، ودي لا يعيبها، ولكن دي بروسس وانظمه يجب انك تلتزم ليه، ولكن هي ان شاء الله تكون شهاده معتمده، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.